إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الذكر وعن النظير وعن المثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أيها الإخوة بالله، كثير ما تحدث المتحدثون عن هذه الآية وبينوا معناها وما تضمنته من سنة الابتلاء والاختبار لكل من ادعى الإيمان ليتبين الصادق من الكاذب، غير أن الحديث عن هذه الآية في الغالب ينحصر في جانب واحد وضرب واحد من أضروب البلاء وأنواعه، ألا وهو الابتلاء بالفتن والمحن والشرور، غير أن هناك جانب لا يكثر الحديث عنه ألا وهو الابتلاء بالخير والنعم. يقول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. نعم عباد الله، أما قال سليمان عليه السلام: وقد آتاه الله ملكا لم يؤته أحدا من العالمين. فقال عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أيها الإخوة بالله، يبتلي الله الأمم والمجتمعات والدول بالنعم فيغدقها عليهم ويؤتيهم من كل ما سألوه، فإذا ما غفلوا عن طاعة الله وتجربوا على محارم الله وانغمسوا في الفساد وأدخلوا من الملذات ظهر فيهم أهل الفساد وسادوا، وضعف فيهم أهل الخير وبادوا، حينها ينزل الله بهم عذابا من عنده لا ينزعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. يقول جل وعلا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. أيها الإخوة بالله، الابتلاء بالشر مفهوم أمره، يبتلي الله به العبد لينظر إلى احتماله وصبره وثقته بربه ورجائه برحمته. أما الابتلاء بالخير والنعم فهو بحاجة إلى بيان وإلى اهتمام. ذلك عباد الله أن الابتلاء بالخير أشد وطأة وإن خيل للناس غير ذلك، لأن الكثير من الناس يصمد للابتلاء بالشر، ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير والنعم. عباد الله، كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف، ولكن القليل هم الذين يصبرون ويشكرون على الابتلاء بالصحة والقوة، فيكبحون جماح الظلم والطغيان في نفوسهم. كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل، ولكن القليل
هم الذين يصبرون ويشكرون على نعمة المال والثواب، ويكفون عما يثيرانه في النفوس من الشهوات والأطماع. كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم، ويصبرون على التهديد والوعيد فلا يرهبهم، ولكن القليل هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع الثراء. وما ذاك عباد الله إلا لأن الابتلاء بالشدة يثير الكبرياء في النفس ويجنبها للمقاومة، ويجنبها لمقاومة هذه الشدة فتكون أكثر تحملاً وصموداً. وأما الابتلاء بالرخاء فهو يرخي الأعصاب ويلينها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة. لذلك عباد الله يجتاز كثير من الناس الابتلاء بالشدة بنجاح، ولكن إذا جاء الابتلاء بالرخاء سقطوا في الابتلاء إلا من عصمه الله، وكان ممن قال فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. عباد الله، الابتلاء بالنعم والاختبار بالملذات هو من أعظم أنواع الابتلاء. إذا فعلى كل صاحب نعمة أن يتأمل فيما أعطاه الله من النعم ومن بها عليه ليبتليه بها، وينظر أيشكر أم يكفر. من أوتي مالا أو جاها أو صحة وعافية وقوة، ومن أوتي أولادا، هم زينة الحياة الدنيا، وهم من أعظم النعم التي يبتلي الله بها العبد لينظر هل يشكر الواهب جل وعلا ويحسن تربية الموهوب. إذا لم يفعل ذلك انقلبت هذه النعمة إلى نقمة لأنه لم يشكرها. وكم من شخص عانى من أولاده ما عانى من المصائب والويلات والهموم والخسرات حتى وصل به الحال أنه يتمنى أن لو كان عقيماً لم يولد له أبداً، ولم يبشر يوماً من الدهر بمولود، عياذاً بالله. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وارجوه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على وهج النار لا تقوى، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، عياذ بالله. أيها الإخوة في الله، إن من الابتلاء بالنعم أن يبتلي الله بعض العباد ببعض. يقول جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نعم عباد الله، يبتلي الله الأغنياء بالفقراء، والفقراء بالأغنياء، والأصحاء بالمرضى، والمرضى بالأصحاء، والأقوياء بالضعفاء، والضعفاء بالأقوياء. أتصبرون وكان ربك بصيرا. وإن من النعم التي يبتلي الله بها عباده ما أفاض علينا في هذا الزمان وأفاض على الناس من النعم المتمثلة في هذه المراكب والسيارات
التي استخدمها بعض الناس في إيذاء عباد الله في الطرقات أو التفريط بها أو استعمالها فيما حرم الله تعالى، فعصوا الله بهذه النعمة التي سيسألون عنها يوم القيامة، وقد تنقلب عليهم نقمة في هذه الحياة الدنيا. وقل مثل ذلك في وسائل التقنية الحديثة ووسائل الاتصال والتواصل بين الناس التي رزقنا الله إياها وتفضل بها علينا ليبلونا أنشكر أم نكفر. فأما من استخدمها في معصية الله والتجسس على عباد الله وتتبع عوراتهم ونشر الشائعات عنهم والاعتداء على أعراضهم فهو كافر بهذه النعمة، لم يشكر الله عليها ولم يقدرها حق قدرها. وأما من استخدمها في طاعة الله وجعلها وسيلة للتواصل الحميد والتعاون على البر والتقوى فقد أدى شكر هذه النعمة وسلم من تبعاتها. ألا فليتأمل كل منا عباد الله في هذه النعم التي أنعم الله بها عليه وابتلاه فيها، لينظر هل قام بشكرها، هل أدى حق الله فيها، أم أنه كفر بهذه النعمة فجعلها وسيلة لارتكاب الحرام والتزود من الآثام فاستعان على معصية الله بنعمة الله. قال واعظ لأحد العصاة يوما وهو يعظه: يا هذا، إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملك الله. قال: وكيف أخرج من ملك الله وله ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ قال: إذن كيف تعصيه وأنت في ملكه؟ يا هذا، إذا أردت أن تعصي الله فانسلخ من نعمة الله. قال: كيف أنسلخ من نعم الله وكل ما بي هو نعمة من الله؟ قال: إذن كيف تعصيه بنعمه، كيف تعصيه بنعمه؟ ألا فاتقوا الله عباد الله، ألا فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما أولاكم من النعم واعملوا فيها بطاعة الله ثم صلوا على خير خلق الله. فقد أمركم بذلك ربكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين وكلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.